يوسف اوباما يا ولد يا ولد يا ولد خدها لنفسه عدى يوسف اوباما يحط جسمه بشكل رائع يلعب الكره الاماميه لزيزو لو عمل كنترول يا ولد زيزو يقع على الارض وشيكا وبنالتي حسدتك يا شيكا احمد مصطفى زيزو ياخد كره اوباما ويعدي من محمد سعيد شيكا والعرقله بايد شيكا اليسرى وضربه الجزاء لصالح نادي الزمالك ضربة الجزاء بص أوباما هو اللي عملها هو اللي صنع الفرصة وادي المرور وادي إيد شيكا اليمين مع قدم زيزو الشمال هنشوفها مرة تانية استلم بشماله زيزو لو استلم بيمينه تفرق كتير حاول يسدد لكن المراوغة كانت حلوة هنشوفها من الزاوية دي انطلاقة من محمد سعيد شيكا زيزو استغلها يقع على الأرض وياخد بينالتي لصالح نادي الزمالك ادي انطلاقة محمد سعيد شيكا وادي الالتحام اللي استغله زيزو والسقوط اللي على الارض ما بين زيزو من نادي الزمالك وشيكا من نادي فاركو هل يفتتح اهداف هذا اللقاء ونشوف الهدف التاسع هذا الاسبوع زيزو وشيكا وصفارة الشهدي زيزو وشيكا يسجل زيزو الهدف الاول شيكا في ناحية والكرة في ناحية وزيزو يجيب ضرب الجزاء لكن كان متسبب فيها اوباما من الاول هو اللي استلم الكوره وهو اللي عمل البينيه زيزو استلم يجيب ضربه جزاء ويسجلها بهدف اول لصالح نادي الزمالك رغم تالق محمد سعيد شيكا لكن يتسبب في بنالتي ويستقبل هدف اول في اللقاء من احمد مصطفى زيزو 1-0 في دقيقه 28 زيزو يسجل للزمالك بعد ما سجل في اخر لقاء في الفوز على سيراميكا كليوباترا بأربع أهداف مقابل هدفين كان زيزو سجل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل من ضائع من تمريرة إبراهيم أنداي النهاردة زيزو بيسجل من نقطة البينالتي هدفه التاسع وبيقترب بلغة الهدافين زيزو اللي موجود في النسخة قبل الماضية كهدف للدوري ب 19 هدف عند عمرو ناصر يستلم بدوران عمرو ناصر يستنى السوداني مرة تانية ناحية اليمين لسيفتري سيفتري 1-2 فقط من لاعبي فاركو يحاول يعدي يقع على الأرض وبنالتي لصالح نادي فاركو بنالتي لسيفتري اللي عرف برضه ياخد بنالتي من حكم اللقاء مصطفى شهدي رايح عمر جابر يتكلم مع حكم اللقاء وبنالتي لصالح نادي فاركو من كرة تقريبا ميتة 2 قدام 7 من نادي الزمالك سيفتري يثبت ويحاول يعدي يستغل الالتحام ايضا ويقع على الارض ادي الكرة ادي القدم اليمنى لعمر جابر ويقع على الارض سيفتري ومصطفى الشهدي يدي بنالتي لصالح نادي فاركو 21 مع الاسماعيلي واربعة مع اسوان واربعة مع بتروجيت شكري وصبحي وميني مات شكري في نص الجول شومة في المرمى هدف التعادل لصالح نادي فاركو في الدقيقة 39 من نفس الكاس فاركو يسجل هدف التعادل عشان المباراة تسخن اكتر واكتر هدفين من 2 بينالتيز واحدة من زيزو والتانية كانت من شكري نجيب يقدر يسجل هدف التعادل لصالح نادي فاركو راح محمد صبحي على الشمال لكن شكري نجيب حط فيها القوة شومة ولكن في نص الجول بهدف تاني في اللقاء وهدف اول لصالح نادي فاركو 1-1 شكري نجيب اللي مسجل من قبل هدفين في مرمى